بعد اعتمادها من الجمعيه العموميه عموما. الاعداد يا عم، الاعداد استجاب لك بسرعه وجاب لك النائب احمد دياب رئيس الرابطه بنفسه. معنا على الهاتف الاستاذ احمد دياب. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، واهلا بكابتن عبدي، ومتشرف ان انا اكون مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي. تحياتنا وتقديراتنا الكبيره الحقيقه للجهد الواضح جدا والفكر اللي الحقيقه انا شخصيا فوجئت بيه، فبالتوفيق ان شاء الله. احمد بيه، احنا عاملين فقره هي حائره، لان الحقيقه هي اول تجربه، لكن تجربه كنا مترقبينها من زمان ونفسنا فيها، بس نفسنا فيها عشان تحقق لنا حاجات محددة في استقلالية إدارة كرة القدم لصالح أندية القسم الممتاز. ماذا يدور في ذهن حضرتك أنت وأعضاء لجنتك الموقرة، وما هي حدود الاختصاص اللي فوجئنا مثلا اتحاد كرة القدم بيقول لك مش من حق الرابطة أنها تغير نظام الـ الـ الدوري. الدوري يبقى يعني الأمور دي عايزين إجابات كده من حضرتك، يعني واذا كانش النهارده متاحه تتاح امتى؟ لا كابتن، هقول لحضرتك، هو طبعا الرابطه او كل كره القدم انها تبقى صناعه وتبقى في مصر متاخره، وزي ما حضرتك بتقول هو حلم كبير، وكان فيه قبل كده تجارب لاساتذه كبيره منها طبعا حضرتك بتعلم منها، ولكن الظروف يمكن ما كانتش مواتيه او ما يعني ما فعلتش الرابطه في شكلها المصري. المره دي الحقيقه الواحد عنده امل وحافز كبير، لان في رغبه من الانديه الحقيقه ان يبقى في رابطه وان احنا نخش بكره القدم للصناعه. احنا في مرحله تاسيسيه، بس احنا ما بنعيدش اختراع العجله. بالظبط. ضوابط الانديه في العالم كله ليها خصوصات واضحه وصريحه، هي المسؤوله عن المسابقه سواء في تحديد شكلها او ضوابطها او لوائحها او تسويقها او حقوقها. هي المسؤولة عن كل ده بشكل مطلق، وبيكون أي رابطة جمعيتها العمومية هي عدد أندية الدوري. تمام. وهو حق أصيل للأندية، وفي الآخر الرابطة بتمثل الأندية، عاوزة مصلحة الأندية والكرة المصرية بشكل عام. إحنا الحقيقة يعني لسه بنتكلم في شكل المسابقة والموسم عندنا هيبدأ إمتى ويخلص إمتى، وده الحقيقة شيء في حد ذاته صعب، لأن إحنا مش من المفروض إن يكون في عندنا ان احنا لسه بنتكلم في شكل مسابقتنا ولا هتبتدي انت ولا تخلص، لكن مجبرين على ده بلخبطه في عده مواسم وصلتنا للحته دي. البلان اللي الرابطه شغاله عليها هي ان احنا في خلال على حسب شكل المسابقه السنه دي ان شاء الله اللي هيقرر يوم السبت بعد مشاورات مع كل الانديه، هيبقى يا اما على مدار سنتين او على ثلاث مواسم عشان نرجع نبقى بنلعب في نفس التواريخ اللي العالم كله بيلعب فيها، وتقدر الانديه تستفيد بفترات الراحه بين المواسم، ويقدر يكون في لما يكون لاعب طالع من النادي وهيحترف بره يقدر يروح بالويندو المظبوط، او لو عندنا عقد مع لاعب محترف ما يمشيش ويسيب ناديه في نص المسابقه، وحاجات كتير من اللي تعرضت لها الانديه الفتره اللي فاتت. تمام. دي اول مرحله. المرحله الثانيه باذن الله وهو تاسيس لائحه نظام اساسي للرابطه، وهو ده المانيوال اللي موجود في كل الروابط اللي موجودة في العالم، الإنجليزي، الأسباني، الإيطالي، حتى في الدول العربية زي الإمارات والسعودية. فلائحة النظام الأساسي دي هي المفروض اللي بيقرها ال 18 نادي مع الرابطة، وبيكون هو ده المانيوال اللي تمشي عليه الكورة. طب وفي الحتة دي يا فندم مفيش مثلا لائحة استرشادية يتبني عليها؟ يعني في اللحظة دي مفيش نظام أساسي؟ لا مفيش نظام أساسي، احنا في مرحلة تأسيسية كابتن عبد، هو ده الصعوبة إن حضرتك الدول الثانيه سبقتنا في الحته دي بسنين، فاحنا حاجة لسه بتاسس، فواخدين المودلز اللي في العالم، جبنا اكثر من 7 موديل للمانيوال ده وقاعدين شغالين عليه عشان نقدر نعمل مشروع، نقعد مع الانديه ونسلم لكل نادي هذا المشروع ونبتدي ناخد منه الافكار والاطروحات ونشتغل. وحاجة ادرى مني طبعا استاذ ابراهيم ان المراحل التاسيسيه هي اصعب حاجه. اصعب حاجه طبعا، ايجاد من العدم. بالظبط. لا كمان هتجد مقاومه، يعني حضرتك مثلا هل انت حضرتك اللي توصلت الى نظام اعتمدته جمعيتك العموميه اللي هي من 18 نادي، هل يحق لحد في الاتحاد او اي لجنه انها تعترض عليه او مثلا ما تعتمدوش؟ لا طبعا ما يحقش. ما يحقش.
ده مهم جدا لانه حقق اصيل ال 18 نادي، وفي الاخر الرابطه بتمثل مصالحهم بالظبط. وانس ان ال 18 نادي اقروا اللائحه التنفيذيه دي، ما حدش له الحق في انه يغيرها غير ال 18 نادي. زي ما بنتكلم على لائحه النظام الاساسي للاتحاد، هو ما فيش حد له السلطه انه يغيرها غير جمعيته العموميه. اه تمام. هي صاحبه الحق الاصيل في ده. فهي ان شاء الله مرحله عاوزه تكاتف ودعم كل الانديه، وده الحقيقه بيدي الواحد يعني الباور انه يشتغل. وفعلا ما اخبيش على حضراتكم، احنا ما كملناش يمكن 4 5 ايام عمل كرابطه، ولكن فعلا العمل متواصل على كل الملفات. لا 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 يعني ثقيله المهمه جدا، لكن انا يعني اتصور يا فندم ان بعد ما تحددوا شكل المسابقه في الموسم الاستثنائي ده، اللي يعني لازم الكره المصريه تخرج من هذه عنق الزجاجه، لان يعني والا هيبقى هنفضل في الزنقه دي على طول. نمره 2 الحقوق التجاريه يا فندم، الحقوق التجاريه اللي عاشت سنوات من النزاع بين الانديه والاتحاد، هو الدوري بتاع مين والراعي بتاع الاتحاد والراعي بتاع النادي، وعقوبات على النوادي اللي بتستخدم رعاتها والفانيلا، الاشتباك ده مع بعض الحقوق التجاريه الاخرى، اعتقد ان ده اهم التحديات. 100% يا فندم. وزي ما قلنا هو ليه يعني كل رابطه او كل دوري بلد اتعمل له سيستم مختلف. يعني حضرتك بصيت على حقوق الرعايه في الدوري الانجليزي والرابطه الانجليزيه غير الرابطه الاسبانيه غير الرابطه الايطاليه. كل بلد على حسب الانديه اللي فيها وشكل الدوري وجماهيريته. فهي الفكره ان احنا نحقق اصيل ال 18 نادي والرابطه، ده موضوع ثابت في جميع الروابط، لكن هي طريقه التوزيع والنسب واحتساب البوينتس عامله ازاي، هو ده اللي محتاج بقى هو ده اهم حاجه مع بعض بالظبط كده، ونكون كلنا واقعيين ومنطقيين وعادلين ايضا يعني وعادلين طبعا. وفي الاخر الاهم ان احنا نعلى بالفاليو بتاع المنتج بتاعنا، ده المهم جدا على فكره، نحقق عوائد لكل الناس وتحس بفرق ويحسوا ان المجهود اللي هيتعمل واللي هنأسس له في الرابطه راجع بعائد مميز. على فكره يا فندم، احنا الاسلوب اللي بيتم بيه الاتفاق على حقوق البث لا يحقق اكثر من 60% مما يمكن تحقيقه، لان هناك حقوق اخرى لا يذكرها احد في هذا الامر. فربنا قدركم توصلوا له باذن الله. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ عبدي، وسعيد ومتشرف بدعم حضرتك. اجتماع السبت بقى يا استاذ احمد، اجتماع السبت مؤكد ان في مشاورات كتيره، ويمكن الحاج عامر حسين وحضرتك انا سمعتك ان انتم عندكم 3 مقترحات لشكل المسابقه في الموسم الجديد. الشكل الاول تفضل زي ما هي، والشكل الثاني دوري من مجموعتين عليه ملاحظات، واللي دمج الفكرتين مع بعض دوري من دور واحد، ثم الثمانية الأوائل بيلعبوا من دور واحد، والعشرة الأخرى بيلعبوا من دور واحد، وشكل يبدو عليه توافق ما. هل توصلتوا مع الأندية قبل اجتماع السبت للاستقرار على شكل من الثلاثة؟ يعني احنا شغالين على التفاوض مع الأندية والتشاور معاهم كلهم، وبنسمع كل وجهات النظر الفنية من كل نادي. الحقيقة زي ما قلت لحضرتك في أول المكالمة، ما احناش سعداء إن احنا بنلعب في شكل البطولة او ان احنا بنقدم اقتراحات على شكل بطوله، وانا شايفه ما هوش انجاز يعني ان احنا نقدم اقتراحات على شكل بطوله. المفروض ده محسوم. بالظبط، لكن الظروف هي اللي فرضه ده عليه. الاقتراح الثالث ده كان الاصل في الموضوع، هو طبعا دور يعني دوري بشكل طبيعي. صحيح. ولكن الاقتراح الثالث الاستثنائي بالظبط، محاوله ان حضرتك تصحح المسار فترجع بس يعني في الوقت، واقدر اوفر راحه للانديه بين الموسمين، وابتدي الموسم الثاني يبقى في كاس عالم في شهر 11، فيكون في عدد من الجولات قبل كاس العالم، واقدر اخلص في وقت كويس طبيعي يعني زي العالم. هنكمل المشاورات ان شاء الله لحد يوم الجمعه، وبعد كده على ضوء بقى اجتماع الرابطه هناخد ان شاء الله القرار اللي يكون يعني ماشي مع اغلبيه الاراء اللي احنا بنتكلم فيها، واللي ما يكونش فيه ضرر او يعني اي نوع من انواع الضغط على الانديه في حاجه. وهنتاقلم معاه. والاهم من رايي يا استاذ ابراهيم برضه ان احنا لما نوصل للاتفاق وشكل الدوري ان احنا كلنا نكون ملتزمين بيه، لان المره دي
ما فيش اتحاد بيدير الرابطه بيدير الدوري، هي الرابطه اللي بتدير الدوري، هي الانديه. فاللي نتفق عليه نكون كلنا ان شاء الله ملتزمين بيه، عشان من اول حاجات ان احنا ما نغيرش في الجدول المسابقه، ولا ان احنا نتفق من اول يوم عليه ونكون ملتزمين كلنا بتنفيذه. يبقى ليا سؤال، لان النواحي الاجرائيه الحقيقه حاكمه جدا وهي اللي ملخبطه لنا الدنيا. يعني مثلا لائحه شؤون اللاعبين والمشاكل اللي في قيد اللاعبين واعطاء الرخص، ده اتحاد بحت ولا ممكن يبقى الرابطه ليها راي فيها؟ ممكن يكون الرابطه ليها راي فيها في لائحه النظام الاساسي، وده مش هنتمكن منه في اول موسم. يعني اول موسم اللي هنقدر نتمكن منه هو لوائح المسابقه وشروطها، وان احنا لو في حاجه تخص الانديه مع الاتحاد ان احنا نتكلم فيها لحد ما تطلع رابطه النظام الاساسي اللي هيقروا الانديه فيه، هو ده اللي هنقدر بعد كده نكون مسؤولين عنه. حضرتك بتتكلم كتير على فكره الفاليو او القيمه بتاعه المسابقه، وانه في رغبه في ان احنا فعلا نحطها في الشكل والحجم الطبيعي اللي يليق بمسابقه عريقه جدا وليها هذه القاعده الجماهيريه وتاثيرها حتى في المحيط بتاعها. يعني مستعجل حضرتك في الوصول للقيمه ديت ولا عندك درجات ليها؟ لا انا الحقيقه احنا مصر، يعني مصر يعني يا مصر اقدم دوله في حاجات كتير، 100 سنه كوره محققين انجازات على جميع يعني كل الانشطه وكل بطريقه متوازيه ومحطه انظار العالم، حتى في تنظيم البطولات الرياضيه اللي مصر نظمتها. صحيح حقيقه صحيح، سواء كانت قاريه او عالميه. فبالتالي ان احنا يبقى لا، احنا عندنا دوري، عندنا انديه عريقه، عندنا دوري قوي، ينقصوا بعض الحاجات من الترتيب ووضع نظام ليها عشان يظهر بالفاليو الحقيقي ليه. يعني في دوريات مع احترامنا الشديد ليها في الجوار، يعني لا احنا دوري اقوى منه بكتير، ولكن ينقصنا نقطه النظام دي بالظبط عشان نقدر نوصل للفاليو الحقيقي بتاعنا. اذا كان من خلال بقى عراقه مصر، من ان احنا ابطال افريقيا، من ان احنا تعداد شعب عظيم، يعني عندنا جماهير، عندنا كل حاجه. ايوه عندنا انديه يعني كان ناقصنا التنظيم ده. بالظبط بالظبط. كل التوفيق باذن الله يا استاذ احمد. ربنا يخلي حضرتك، وبشكر حضرتك ومتشرف بوجودي معاك بعد ابراهيم. متشرف بيا. شكرا جزيلا. شكرا ليك، شرفتنا. احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه.